صباح النور أصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة. البنات اليوم جبت لكم هاد لاكام، هادي راه ما صالحاش البنات. ديما انا رايي في ديك القاعدة ديال البنات، انا عارفة المتتبعين ديالي كاينين حتى دراري متبعيني، داكشي علاش جبت لكم هاد لاكام. هادي صالحة لي فام وحتى للرجال، صالحة لهم. هاد البرد هذا راه فريمون نشف لنا البشره ديدينا وجهنا، المهم فريمون كرمنا كما كنقولوا. داكشي علاش جبت لكم هاد لي برودوي هادو باش نعالجو بهم البشره ديالنا. جبت لكم لاغام سيرافي، هاد لاغام هادي فيها هاد لو جيل نيتويون دو الغسيل، هذا ديال لابو نورمال اغراس، هذا زوين وما فيهش البارفان، ما كيدير لا حساسيه لا حتى شي حاجه. وكتغسلوا به وجهكم جوج مرات في النهار، مرطب وفي نفس الوقت كيغدي البشره. البنات راه واخا كتكون البشره شي شويه ناشفه راه صالح لها، ما كاين حتى شي مشكل. واخا هو كاتبين فيه نورمال اغراس راه صالح حتى لابو ناشفه حيت مرطب. انا راه ديجا هذا سبق لي استعملت هاد لاكام هادي، يعني زوينه رائعه، غير ما كانتش عندي في لافارماسي باش ندير لكم عليها فيديو. ودابا كنت نصحت بها واحد لاكليونت ديالي وقالت لي جيبيها لي، داكشي باش راني صورتها لكم باش حتى نتوما تستافدوا معانا. بما انها الوقيته ديال البرد وداكشي، تبعوا هاد لاكام هادي زوينه، هادي دو فوا باغ جوغ. وممكن البنات تاخذوا الحجم الكبير، هذا راه الحجم الصغير 236 ام ال. بالنسبه للناس اللي كيكونوا ديفو خواتات والام ديالهم وداكشي، من الاحسن ديما ياخذوا الحجم الكبير العائلي كيتقام اقتصادي. بالنسبه للكريم اللي غتهنينا من تشققات اليدين والوجه هي هاد الكريم هادي، هادي هائله البنات وحجم كبير. هنا نشوف لكم شحال فيها، 454 غرام اللي فيها هادي، وثمنها مناسب وما فيهاش شي بارفان مجهد، هادي سون بارفان وديال لابو سيش اتري سيش، يعني حتى الناس اللي عندهم يديهم كيتشقوا وجههم راه صالحه له هاد لاكام هادي هائله. هذا بحال لوبوم، ماشي كريم يد ما مي، بحال لوبوم وزوين بزاف. هذا كترطبوا به يديكم وجهكم رجليكم ذاتكم، صالح لكل شيء، هذا هائل. كما كتشوفوها هما كاتبينها فيزاج اي كور، صالح هذا لا بو سيش اتري سيش، فيه لي زويل ايسونسييل، هذا دهنوا به راه رائع البنات اولا الدراري، صالح للجميع، كيرطب بزاف سيغتو. دابا كنعرفوا مع هاد البرد يدينا كيبسو بزاف وكينشفوا، واحد نشوفيه ولو حتى كتكون لابو ديالك دهنيه راه في هاد البرد راه كتولي لابو ساش ناشفه. داكشي باش كنصح بهاد لاكام ديال سيغاف، هادي زوينه، ما كدير لا حساسيه لا ديزي في سوكوندير، ما كدير حتى شي حاجه. جربوها البنات وردوا عليا الخبر. ان شاء الله كل مره نبقى نحط لكم دي فيديو اللي تستافدوا منهم. بالنسبه في هذه الوقيته ديال البرد كما كنشوفوا رحنا كنقصوا بزاف، ما كنشربوش الماء، دونك حاولوا انكم تعوضوا يا اما بسوائل اتاي او العصير اللي قدرتوا عليه، والماء ضروري خاصكم تشربوه ما امكن. لي جاه باردي ممكن انه يدفيه شي شويش وشربوا، يعني الماء ضروري للبشره ديالنا، على ما كنشوفوا اننا ولينا كنساو الماء بزاف حيت ما كيجيناش العطش، ماشي بحال في الصيف. الصيف راه ديك الحراره براسها كتفكرنا في الماء، اما دابا البرد خلاص راه حنا كنساو الماء في مره. داكشي علاش كنقول لكم تبعوا هاد التريتمون، هادي راه هائله وزوينه للبشره، صالحه لجميع الناس، سواء مره كبيره ولا صغيره اولا، راه مرطبه وحجم عائلي وثمنه مناسب. شكرا بزاف على الثقه ديالكم اللي كديروها فيا، شكرا بزاف على الدعم والمتابعه ديالكم والهلايحه شمنا، شكرا بزاف.